تحت رعاية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، نظمت المحافظة الجنوبية منتدى التنمية الاستثمارية الثاني لعام 2019 تحت شعار سيلكت ساوث، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين والمستثمرين، وذلك بفندق سوفوتيل البحرين. وتفضل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة بإلقاء كلمته التي أكد من خلالها أن منتدى المحافظة الجنوبية للتنمية الاستثمارية الثاني للعام 2019 يعزز دور رواد الأعمال الشباب والشركات الاستثمارية الكبرى وإبراز المشاريع الريادية بصورة حضارية مشرقة، موضحا سموه دور المحافظة في احتضان كوكبة من المشاريع لرواد الأعمال الشباب والمؤسسات والمنشآت الاستثمارية والتنموية الكبرى، وأن المحافظة بيئة استثمارية آمنة خصبة تؤهل إقامة مختلف المشاريع التنموية والمستقبلية. كما أكد سموه أن المحافظة الجنوبية تمتلك مقومات بناء المجتمع الحديث بما فيها مدينة خليفة التي أنشئت لتحقق أهداف التنمية المستدامة لتصبح المدينة النموذجية الشاملة وفق أحدث المعايير التنموية. وقد أشاد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالدور البارز الذي يقوم به رواد الأعمال الشباب من أبناء مملكة البحرين بمشاركة هذه الفئة الهامة من مجتمعنا البحريني. ومن جهته قال المتحدث الأول في المنتدى المدير التنفيذي لشركة إيداما السيد أيمن العريض إن هذا المنتدى يقدم فرصة لإبراز المشاريع الهامة في ظل التنمية الاستثمارية التي تشهدها المملكة. ثم تفضل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بترسيخ ثقافة الشراكة المجتمعية وتعزيز ثقافة الابتكار وبيئة رواد الأعمال في المحافظة، وذلك بتكريم سموه للشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين والشركات الاستثمارية والمتحدثين في المنتدى. كما تفضل سموه بتكريم ما يقارب 50 مشاركا من رواد الأعمال الشباب البحرينيين وسط حضور ما يربو عن 200 مشارك من القطاع التنموي والاستثماري. كما تفضل سمو محافظ المحافظة الجنوبية بافتتاح المعرض المصاحب للمنتدى، حيث تعرف سموه على أبرز المشاريع الريادية والاستثمارية المبتكرة في نطاق المحافظة الجنوبية بمشاركة 20 جهة. احنا في المحافظة الجنوبية لا شك حريصين لاستقطاب المشاريع والمستثمرين في أرض المحافظة، كوننا تمتلك العديد من المقومات التي تشجع
المستثمرين ورواد الأعمال هم يختارون المحافظة الجنوبية، وإحنا في المحافظة حريصين لتنفيذ توجيهات سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه، سيدي الوالد صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء، وسيدي صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. المحافظة عندها دائما متابعة مستمرة للتطور والتنمية في كل المجالات، وإحنا واجبنا أن نكون قريبين من القطاع الخاص والاستثماري من أجل تشجيعهم، وكذلك فئة رواد الأعمال اللي هم من أهم الفئات في المجتمع البحريني، ونعطيهم الحافز والتشجيع أنهم يوصلون عملهم الاستثماري. فالهدف من إقامة هذا المنتدى هو احتضان المشاريع وهو تقديم الدعم للمستثمرين ولرواد الأعمال اللي هم كانت لهم مشاركات في المحافظة الجنوبية. فالحمد لله احنا دائما حريصين للاستمرار في خدمة المواطنين ولتشجيع الحركة التنموية والاستثمارية في المحافظة الجنوبية. اختر الجنوبية، تحت هذا الشعار انطلقت فعاليات المنتدى الاستثماري الثاني بمشاركة ما يقارب 50 بحرينيا وبحرينية من رواد الأعمال الشباب وعدد من الشركات الاستثمارية التنموية، قدموا فيها مجموعة من الأنشطة التجارية التي كانت المحافظة الجنوبية نقطة انطلاقتها الأولى. طبعا المنتدى أهميته كبيرة، وهي لدعم وتشجيع الشباب للانخراط في ريادة الأعمال وللاستثمار في المحافظة الجنوبية، بحكم طبعا موقعها الاستراتيجي، بحكم كبرى المشاريع اللي موجودة في المحافظة الجنوبية، وطبعا المستقبل الاستثماري اللي راح إن شاء الله يعني ينتعش فيها أي مشروع في هذه المنطقة. تشجيع الريادة المحلية المبتكرة أحد أبرز أهداف المنتدى، لما لها من دور كبير في إبراز الأفكار الاستثمارية الشبابية لتكون جزءا أساسيا من المبادرات المجتمعية للمحافظة. احنا اليوم اشتركنا في المنتدى ونعرف الناس اكثر بالطاقات الشبابية، حيث انا حاضنت مشاريع صغيرة ومتوسطة. المنتدى عرف الناس بالطاقات الشبابية البحرينية المؤهلة اللي موجودة والبزنسز الصغيرة اللي موجودة عندنا. وجودي في المنتدى هذه شيء جيد جدا، ان احنا نكون جزء من المحافظة الجنوبية ونراوي مشاريعنا. انا عندي مشروع بسيط جدا اللي هو صناعة القهوة العربية، قهوة عربية سريعة التحضير تحضرينها بسهولة، ويكون يوفر نكهات مختلفة للجمهور نفسه كامل، يكون كل واحد يستطعم من أي نوع من القهوة. قهوتنا الحين موجودة في البحرين الحمد لله عن طريق في محلات معينة، وعندي المصنع نفسه بروح نسوي، والحمد لله قاعد نشتغل على نصدره برا البحرين عشان نمثل البحرين بقهوة بحرينية 100% للعالم كله. الفكرة بدت أن أنا بهاي روايح العربية أن أستخدمها في كل الأماكن، في السيارة، في المكاتب، ويكون آمن الاستخدام. فهاي العلب الخشبية كمباخر أستخدمها مع الأعواد الستك، أخلي داخل الستك بطريقة آمنة أقدر أستخدمها في السيارة. وهذه المشروع اللي قدرنا أن احنا نطلع بها، واليوم أنا موجودة هني عرف الناس بهاي المشروع وهاي الفكرة الطيبة اللي أنا أحب أن أنا أنشرها، وأتمنى أن تنصدر باسم البحرين في كل مكان على أساس أنه هو مشروع بحريني. على هامش المنتدى استعرض عدد من المشاركين مشاريعهم التي لقت صدى كبيرا على مستوى البحرين من خلال المعرض المصاحب للملتقى، مؤكدين على أن اختيارهم للمحافظة الجنوبية لتكون مركزهم الرئيسي كان خيارا ممتازا، على اعتبار أن الجنوبية بيئة خصبة وناجحة للاستثمار. أهداف متقدمة يصبو إليها هذا المنتدى يسعى من خلالها إلى الدفع بالشباب البحريني نحو منصات الريادة والإبداع وتعزيز دور أصحاب المشاريع المتميزة التي تم إطلاقها في وقت سابق في المحافظة الجنوبية. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.